هو سؤال احنا بنبقى عايزين نعرف الفرق بين مش نجوم زمان، كواليس تصوير زمان والكواليس مؤخرا. لا ما اعرفش الكواليس مؤخرا، لكن انا اعرف كواليس. لا انت اشتغلتي مع نجوم شباب كتير وقدمتي نجوم كتير جدا. معلش بس كانوا ماشيين معانا بنفس الطريقه بتاعت التعليم، بالسيستم بتاع سمسم، لان انا ما كنتش عارفه اتغير. ايوه انا نفسي ما كنتش عارفه اتغير. ايوه انا بالسيستم القديم اللي احترام العمل، مواعيد محترمه، كل حاجه مش على الوحده كده. سميرة احمد ومحمود ياسين معروف عنهم الالتزام في المواعيد بشكل كبير جدا. قوي قوي قوي، من احلى الشخصيات اللي مثلت قدامها بجد يعني. كان في كاريزما بينا، حتى في المسلسل الاخراني بتاعي ما هو في الاسم. شوفي بقى ده ما هو في الاسم ده، انتوا الاثنين بتعملوا كوميديا يعني غريبه. تركيبه بس هي كوميديا الموقف. ايوه يعني انا اللي ما بسلمش. ايوه وهو يعمل كده يعني كل. أيوة. واحد يعمل حركه لغايه ابص لنفسي فجاه لقيتني. ايوه بص الحموله. سمسمة كان جارها. ايوه في بيشربوا حشيش. أيوة. صح كده. وبعدين طلعتي اخدتي يعني اتسطلتي. وبعدين دخلتي قدام المرايه. ايوه وبتغني. لوحدي. عماله اتكلم كده بقى لوحدي، مش حاسه بقى رغم ان وجا محمود ياسين هو اللي انقذني من الموقف. وبعدين هو اتسطل هو كمان. ودخل وقع على الكرسي وقعدنا نضحك. وبعدين قلبت عليه تاني. ايوه بعد كده وهو كل ما يقول ما بتسلمش وانا اعمل كده، اي حد يجي يسلم عليا ولا ايوه ما في الاسم نقدر نقول انه وكانه جزء تاني لغايه ما تفتح الظهور، المسلسل اللي جمع محمود ياسين وزمان يعني كان في حاجه كده. الولاد يعني ماما في الاسم. لا مش ماما في الاسم، لكن عالم عياد. لا كان غدا انت تفتح. غدا تفتح الظهور. ايوه ده عالم عياد. يعني عالم عياد هو اللي كان يعني في تقارب عشان في اطفال. لكن اقصد اقول انه انت ومحمود ياسين قابلته في غدا انت تفتح الظهور. اول مسلسل عامله. ده اول مسلسل. فده يعني كانت البداية بتاعتي في التلفزيون. فبيذيعوا لغاية دلوقتي. حلوة يا زوبة بتاع يا زوبة. طب أنا عايزة نختم اللقاء ده بالأغنية دي أنا وأنتي. يا ريت. يلا بينا. حلوة يا زوبة بتاع يا زوبة، اللي شافوكي قالوا أروبا قد البلية لف الدنيا اكسبرس مجالي ومقلوبة. حلوة يا زوبة بحبك يا سمسمة. ونوعد الناس ان احنا لسه مكملين في لقاءاتنا وحكاياتنا عن التاريخ العظيم لسمسمة.